من القصص اللي ترند في مصر وفي المغرب وفرنسا هي قضية سعد المجرد. سعد المجرد يوم الاثنين بدأ المحاكمة بتاعته. لو تفتكروا كان في بنت اسمها لورا، هي من 2016 رفعت قضية عليه. امبارح بدأت المحكمة. سعد المجرد دخل هو وزوجته وقال مجموعة من التصريحات والاعترافات. قال تصريحين، قالك اعترف ان هو كان تحت تأثير المواد المخدرة والكوكايين تحديدا، وقال ان هو كان بياخده كده تفريحي كاجوال كده، وقال كمان ان هو كان تحت تأثير الكحول اثناء الواقعة دي، لكن نفى الواقعة كلها. والقضية من هنا لحد يوم الجمعة معرض للسجن لو ثبتت عليه التهمة يا كريمة بسجن يصل لـ20 سنة أو التصالح ويدفع قيمة التنازل أعتقد.